من رفح الفلسطينية بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية ينضم إلينا للوقوف على آخر الأحداث والتطورات. بشير أهلا بك، وبعد 100 يوم ويوم على واقع الاحتلال الإسرائيلي وما يفعله في قطاع غزة، لو تصف لنا آخر التطورات لديك، خصوصا وأن الحديث عن تسليط الهجمات أكثر فأكثر على وسط وجنوب القطاع. تحية لكم. يعني الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عدوانه باتجاه قطاع غزة، والغارات لا زالت تتواصل على القطاع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. هذه الغارات التي شنت مؤخرا واستهدفت عدد من المنازل في حي الصبرة في مدينة غزة، وكذلك حي الزيتون في داخل المدينة، والتي أودت باستشهاد نحو 32 مواطنا، حينما باغتت هذه الطائرات منزلا ومنازل للفلسطينيين تأوي عددا كبيرا من النازحين، ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها. أيضا القصف الإسرائيلي استمر في المحافظة الوسطى، حيث استهدف كذلك منازل المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى القصف من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة. قبل قليل كان هناك عمليات تفجير نفذها الاحتلال الإسرائيلي لعدد من منازل المواطنين في قرية المصدر، وهي القرية التي تقع في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى، مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم، مدمرا تلك المنطقة والمربع السكني بشكل كامل، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الطائرات المسيرة التي تجوب سماء المحافظة الوسطى وتقوم بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على كل ما يتحرك في المحافظة الوسطى وفي المخيمات في تلك المنطقة، مقاطعة عددا كبيرا من الشهداء والجرحى الذين نقلوا على إثر هذه الاستهدافات إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. محور خان يونس ورفح، وهو الذي لا زال أيضا يتعرض إلى قصف إسرائيلي عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي شنت أحزمة نارية في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، بالإضافة إلى قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لمحافظة رفح. كذلك أيضا المنطقة الغربية للقطاع لا زالت تتعرض هي الأخرى لقصف من البوارج العسكرية الإسرائيلية التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة وتقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة. يعني الواضح أن إسرائيل هي تقوم بعملية إبادة مستمرة منذ يزيد عن 100 يوم على هذا العدوان الإسرائيلي للشعب الفلسطيني عبر التصعيد من البر ومن البحر ومن الجو. كان هناك حديث بشير عن عودة تدريجية للدفاع المدني والقطاع الصحي إلى شمال المحافظة الوسطى وكذلك شمال غزة، يعني بالإضافة إلى المحافظات الشمالية. صف لنا واقع عودة هذه الكوادر وإمكانيات توفير المساعدات أو توفير المياه التي تحدث عنها المركز العلوي المتوسطي عن شح المياه ونفاذها، وأن هنالك أزمة مروعة في مناطق الشمال. يعني الشمال والجنوب وكل محافظات قطاع غزة والقطاع الصحي يعاني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. منذ بداية العدوان أعلن القطاع الصحي عن انهيار كامل لمنظومته بسبب ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين الذين هم بحاجة للعلاج. يعني الجهود والمساعدات التي تدخل عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة وتصل إلى شمال القطاع بدأت بعودة لهذه الخدمات التي توقفت جراء هذا العدوان، وبدأت هذه المساعدات وخصوصا الأدوية تصل إلى شمال قطاع غزة، وسيارة الإسعاف أيضا بدأت بالعودة بالتحرك في تلك المنطقة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والجرحى في تلك
تلك المناطق. أيضا هذه المستشفيات في الجنوب أيضا عادت لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الفلسطينيين، ولكن نظرا لارتفاع الكبير في أعداد المصابين الذين هم بحاجة إلى هذه العلاج، هنا حاجة ماسة لاستمرار تدفق مثل هذه المساعدات. كذلك المياه التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية ضمن قوافل المساعدات هي تمثل شريان حياة للفلسطينيين الذين لا يجدون مياه صالحة للشرب هنا في القطاع، عدا عن هذه السيارات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية محملة بالمياه وكذلك بالمواد الإغاثية والغذائية للنازحين الفلسطينيين. نعم بشير قبر، مراسل القاهرة الإخبارية، نرجو من الله السلامة مرة أخرى لكم بعد 100 يوم ويوم على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة.